الصناعات الغذائية هو موضوع حلقة اليوم من برنامجكم قطاعات ومهن، فمرحبا بكم معنا وكنتمنى لكم فرجة مفيدة. بلغة الأرقام، قطاع الصناعات الغذائية في المغرب كيشغل أكثر من 153 ألف عامل في 2100 مقاولة متخصصة، وكيحقق رقم معاملات مرتفع كيوصل 123 مليار درهم سنويا، أي ما يعادل 30% من الناتج المحلي الصناعي. وبالتالي فهذا القطاع عنده مكانة كبيرة ومهمة في الصناعات الوطنية، وكيحتاج بشكل دائم للكفاءات والموارد البشرية المؤهلة لتكون قادرة على خلق قيمة مضافة. قبل ما نتعرفوا على العرض التكويني المتنوع اللي كيوفروا مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في مجال الصناعات الغذائية، نسمعوا لأحد المسؤولين في هذا القطاع. فيما يخص الصناعة الغذائية وخصوصا تحويل اللحوم، يوم عن يوم تتطور وتحتاج يد العاملة، والزوزين الحمد لله تتواجدوا، ولكن خصني الناس اللي غيخدموا لي هاد اللوزين والناس اللي غيخدموا لي هاد الماشين، وهاد المهن اللي باغي يمشي ليهم وراه ساهلين، ولكن خص هو أول وقبل كل شيء واش يحب هاد الحرفة. إلا ما تحبش هاد الحرفة غير يبعد منها، خص يحبها ويكون قادر باش يعطي، لأنه ما يشوفش غير في نطاق محدود. هاد الحرفة اليوم ندير ديما نفس الشيء، ولكن هذا تطور لأنه التقنية تطور. ونصح الشباب يقول أنا غادي نبدأ دابا كمعتل ولا كحرفي في هاد الميدان، ويفكر ندير ديالي، ما يفكرش غير يكون خدام. الاشتغال في قطاع الصناعات الغذائية يطلب من دون شك مهارات معينة كتختلف حسب نوع الوظيفة والقسم اللي غادي يتم العمل فيه، بحيث يمكن لي نلخص هذه الكفاءات في ضرورة التحلي بروح المسؤولية، القدرة على الاستباقية وتجنب المخاطر قبل وقوعها، بالإضافة إلى التوفر على حس تواصلي كبير والعمل كفريق، كما أن العناية بالصحة والنظافة كتعتبر ركيزة أساسية في هذا القطاع المرتبط بشكل مباشر بالاستهلاك اليومي. جاء الوقت الآن نتعرفوا على أحد الخريجين اللي اختار يشق مساره المهني في هذا القطاع. انا ملي كنت كنقرا في البكالوريا بيان سور خديتها بكالوريا علوم فيزيائيه، كان دائما عندي الحلم انني نخدم في لابوغاتوار، نخدم مع دي غروب، واحد كيكمل واحد، كنتعلموا من بعضياتنا، تنبريباريو دي سوليسيون اي تو. فجاتني الفكره وقررت انني ندير تكوين مهني وسط بي بي تي الكين في محمديه. من خلال التكوين ديالي كنت نقرا شهر وتنستاجي شهر، اكتسبت مهارات نظريه وتطبيقيه، ومن بعد خرجت باش نستاجي في دي سوسيتي وفي دي لابو، اللي خلاني انني نكتسب مهارات وتقنيات جديده اللي خلوني انني نخدم في الدومين ديال الشيمي اندستريال. من خلال التجربه ديالي فانا كنصح جميع الشباب المهتمين بمجال تكنيسيان د لابوغاتوار، ان خاص تكون متوفره فيكم مجموعه من الشروط، خاصك تكون كومبيتون ريسبونسابل، يكون عندك ان اسبري ديكيب باش تقدر تفوق وتنجح في هذا المجال. اكثر من 19 شعبه في قطاع الصناعات الغذائيه كتنتظركم في مختلف المسارات التكوينيه والمستويات. نذكروا على سبيل المثال الوقايه والجوده، ايجياني كاليتي، التلفيف والتكييف، امبالاج اي كونديسيونمون، مشغل الالات في الصناعات الغذائيه، اوبيراتور سور ماشين اون اندستري اغرو اليمونتير، تقنيات معالجه التمور، تكنيك دو ترانسفورماسيون دي دات. بغيتوا تعرفوا على معلومات اكثر بخصوص الشعب المتوفره بمؤسسات الـ OFPPT، شروط الترشيح وطريقه التسجيل، ما عليكم الا تزوروا موقعنا الالكتروني خطوه ذكيه.ma. ما تنساوش خطوه ذكيه، المستقبل ديالك بين يديك. نتلاقى في الحلقة الجاية مع قطاع جديد. إلى اللقاء.